عقدت اليوم في محافظة الإسماعيلية الجلسة الأولى لمجلس المحافظين الإقليمي برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي. بحث الاجتماع الذي شارك فيه محافظو بورسعيد والسويس والشرقية ودمياط والتقهلية ملفات المشروعات الخدمية والتنموية التي تم تنفيذها بتلك المحافظات، بالإضافة لبحث أهم آليات تذليل المعوقات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء. قال وزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي أن مؤشرات الإصلاح الاقتصادي تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح. وخلال كلمته باجتماع مجلس المحافظين الإقليمي الذي تستضيفه الإسماعيلية، أشار الجندي إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل. الإصلاح الاقتصادي بعد سنة واحدة وأكثر بسيط أثبت ان احنا فعلا ماشيين على الطريق السليم، ان احنا مؤشراتنا الاقتصاديه بتقول كده. انتوا عارفين انا جاي منين، كنت قبل كده في اني وظيفه. النهارده الارقام بتتكلم. النهارده لما نقول النمو بقى في الربع الاخير من السنه الميلاديه اللي فاتت او الربع الثاني من السنه الماليه يقول ان هو قارب على 5%، فده بيعني الكثير، يعني فرص عمل، يعني فتح مجال كتير للشباب انها تؤدي فرص عمل. لما نقول ان احنا بقى عندنا البنك المركزي فيه اكتر من 38 مليار دولار احتياطي، طبعا ده يعني الكثير برضو. نجاح هذه السياسات في ان احنا ماشيين على طريق سليم.